اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج حديث العلم النهارده هنتكلم عن موضوع يمكن ناس كتير قوي ما تعرفش عنه معلومات لكن هو موضوع محاكاه الطبيعه في مجال الهندسه المعماريه والازياء وغيرها اللي بتمثل استلهاما مباشرا من التصاميم والانماط الطبيعيه لخلق حلول مبتكره وفعاله خلينا نتكلم بشكل مفصل مع الدكتوره ايمان انيس استاذ بكليه فنون تطبيقيه اهلا بك يا دكتور اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين دكتوره ايمان عايزين الاول نعرف ايه هو علم محاكاه الطبيعه جميل عشان نفهم ايه هو علم محاكاة الطبيعة لازم نفهم الأول يعني ايه الاستلهام، م. يعني ايه إن احنا بنستلهم من الطبيعة، هنقول دايماً إن بالنسبة للإنسان الطبيعي زي ما هو ما بياكل وبيشرب يعتبر برضو الغذاء الخاص بالفنان والمصمم هو الاستلهام، سواء كان من الطبيعة أو من التراث، ففكرة الاستلهام بشكل عام تعتبر غذاء اساسي للفنان، وبتمثل الشرارة الأولى للإبداع الخاصة بالفنان والمصمم. أيضا هناك العديد من أساليب الاستلهام، يعني ممكن يكون الاستلهام مباشر كلي، بمعنى إن الفنان أو المصمم بيبتدي يشوف مظاهر الطبيعة اللي موجودة حواليه وينقل منها بشكل مباشر، ديت ما بيكونش فيها درجة عالية من الإبداع. أنا عندي أربع أساليب للاستلهام. أو الأسلوب زي ما بقول لحضرتك اللي هو الاستلهام المباشر الكلي أيوة. بيتم بشكل ما فيهوش إبداع للدرجة وفي فنانين عالميين قدروا إن هم يعملوا محاكاة بشكل مباشر للمظاهر الطبيعية المختلفة والطبيعة الصامتة وخلافه أيوة. أو لأنواع كثيرة من أنواع الفنون سواء كانت فنون مثلا العصر الكلاسيكي أو الفنون التعبيرية أو الرمزية أو التجريدية محاكاة تامة بدون ما يكون فيها أي نوع من أنواع الإبداع مجرد نقل مباشر محاكاه مباشره، تاني حاجه عندي المحاكاه الجزئيه، ان انا عندي في ببتدي ادرس خصائص الشكل وابتدي احلله لعناصر مختلفه لخطوط ومساحات واشكال وابتدي اعيد صياغه هذه العناصر او ممكن تستفزني عنصر من هذه العناصر بشكل اكبر وابتدي اعيده بشكل اكثر ابداعا، يبقى دوت تاني مرحله عندي في اساليب المحاكاه ثالث أسلوب عندي اللي هو التحوير الفني التحوير الفني هنا بيكون أكثر في درجة الإبداع بيبقى عبارة عن إن الفنان بتستفزه أو المصمم بيستفزه ممكن عنصر من العناصر، بس بيبتدي ممكن يقطع فيه، ممكن يضيف له أشكال تانية، ممكن يضيف له تقنيات تانية، لكن في الآخر هنبتدي نحس برضه بالصلة المرتبطة ما بين هذا العنصر والأساس الطبيعي آه اللي جه منه أو اللي استخلص منه هذا العنصر، وآخر حاجة عندي وهي الأهم اللي هي الرؤية الذاتية الخاصة بالفنان، ودي أه. هي تعتبر أعلى درجات الإبداع للمصمم والفنان. <applause> بيبتدى هنا ان هو يبتدى يدرس كل بقى اللي فات اللي هو بيبتدي يدرس العنصر المستوحى من الطبيعه يحلله بشكل كبير جدا يشوف العناصر اللي مكونه ليه خطوط ومساحات والوان وملامس وكل دوت يبتدي يحطه في في باله يبتدي يعيد صياغه هذه الاشكال مع بعضها البعض ممكن يبتدي يضيف لها اجزاء اخرى ممكن يبتدي يحذف يعمل استطاله يعمل مبالغه كل الموضوع دوت في ايده يعني مثلا ابتدي مثلا اضرب مثال كده زي لوحه بابلو بيكاسو الجارنيكا اللي هي الخاصه بالحرب الاهليه في اسبانيا. هنلاقي ان هو كان بيتكلم عن الحرب فطبيعي جدا ان هو لما يجي يتكلم في اللوحه يبتدي يستخدم بني ادمين على اعتبار ان ديت حرب. طب. لا هو هنا ابتدى يستخدم حيوانات. جاب مثلا التور عشان يعبر عن في الظلم والفشية والفساد ولما جه يعبر عن الشعب استخدم الحصان. <applause> الحصان الجريح لان معروف <applause> ان الحصان بيبقى ما فيهوش عنف آه في دايما الناس بتحبه اوكي آه حد محبب دايما رمز للخير <applause> والعطاء آه برضو استخدم رمزية الألوان بشكل كبير جدا هو استخدم اللون الأسود والأبيض والأزرق بالنسبة مثلا لفكرة الرؤية الذاتية للفنان وأن هو يحط فيها انفعالاته وإبداعاته موجودة زي ما قلت بدرجة كبيرة جدا آه في لوحة الجيرنيكا لبابلو بيكاسو ولو احنا اتكلمنا على التصميم هنلاقي مثلا أن لما تيجي مثلا في صناعة السيارات تاخد من صفات الفهد مم. عشان خاطر تعمل سيارة بتتسم بنفس الـ 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 الفيم آه الاوت آه لاين <applause> بتاع الفهد لان الأوتلاين لاين ده هيديني سرعة آه للسرعه للمحرك وسرعه آه للسياره وفي نفس الوقت يقلل من معدل الاحتكاك مع الهواء بما لا يضر او ما لا يخل بصفات الاتزان الخاصه بالعربيه م. طب لما نيجي نتكلم مثلا عن الالوان ما انا دلوقتي ضمنت ان انا اخذت استوحيت من عنصر من الكائنات الحيه ونفترض مثلا هو الفهد وممكن كمان لما اجي استخدم الالوان ابتدي اخد مثلا الفراشه بتاعه المورفو فراشه المورفو واللي هي معروفه بلونها الازرق الكابلت أي. بس واقعيا اللون دوت مش موجود او الصبغه اللونيه مش موجوده في الجناحات بتاعه الفراشه امال اللون جه منين اللون جه نتيجه سقوط اشعه الضوء على جناحات الفراشه بشكل معين ادى انعكاسها هذا الاثر اللوني فهو اثر لوني وليس لون طبيعي لون آه اوكي آه. فده ابتدوا برضو يستخدموه بشكل كبير جدا في تلوين العربيات وفي تلوين الازياء ديت كده بتديني فكره ايه اني انا بعمل حاجات مستدامه مش ملوثه للبيئه ما بستخدمش فيها ممكن بوفر فيها في الطاقه وفي الهدر طيب ده حضرتك كلمتي في مجال الاستلهام ازاي آه، 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 نقدر نستخدم تقنيات محاكاه الطبيعه في تصميم الهندسه المعماريه زي مثلا آه، 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 المباني وايضا المنتجات جميل المكري هي المحاكاة الحيوية بشكل عام لكن الهندسة البارامترية هي المحاكاة لنظم ديت في الهندسة المعمارية وفي المنتجات فاحنا عايزين نتكلم في البيوميكري الأول اللي هي المحاكاة للنظم البيئية المختلفه فكره عامه في المحاكاه الحيويه اني انا ببتدي ادرس خصائص الكائنات الحيه والانظمه الخاصه بيها لاني ابتدي اخلق افكار تكنولوجيه مستحدثه بتحل المشاكل اللي ممكن الانسان يعدي بيها تمام <applause> طيب الفكره عندي هنا ايه ان المنتجات اللي بتكون جايه من مستلهمه من الكائنات الحيه دايما بتكون مستدامه بيئيا بتوفر دايما في الطاقه وبتوفر في الهدر وكمان برضو في الامكانيات بشكل عام فتبقى كده اقتصاديه بشكل اكبر هنضرب مثلا مثال ليها مثلا في البدايه خالص سنه 1903 لما الاخوين رايت ابتدوا يعملوا محاوله الطيران ونجحوا ان هم يطيروا فعلا لمده دقيقه ما كان سبقهم قبل كده عباس بن فرناس بس عباس بن فرناس لم يوفق بالاخص في ايه بالاخص في مرحله الهبوط لان هو اهمل وجود الديل لان هو يعمل الاتزان هو اخذ بس فكره الجناحات بتاعه الطائر لكن اهمل وجود الديل وعشان كده وقع حصلت له كسور كتيره لكن الاخوين رايت ابتدوا يستخدموا الفكره بتاعه الاجنحه وابتدوا كمان ان هم يزودوا قوه محركه <applause> عشان تديهم قوة دفع وابتدوا يدرسوا بشكل جيد جدا زوايا وانحناءات الطائر الجناحات الخاصة بالطائر لأن الطائر المفروض لما الجناحات بتتحرك بيدي قوة دفع لل... للطيارات الهوائية الأسفل بتديه دفع لأعلى تمام <applause> <applause> ويبتدي من خلال زوايا الميل بتاعة الجناح هي اللي بتدي توجهه في الطيران في, في السماء درسوها بشكل جيد جدا وبالطريقة دي قدروا فعلا أن هم ينجحوا في محاولة الطيران وكانت بعد كده انظار العالم ابتدت تتجه ان احنا ممكن نعمل طيارات وابتدت فكره تصنيع الطيارات العلماء درسوا الزعانف الخاصه بالحوت لقوا ان الجزء الامامي بتاع الزحنفه فيه مجموعه من النتوءات قدروا يستخدموا هذه الفكره في عنفات الرياح مم. اللي هي بتولد الطاقه الكهربائيه استخدام الرياح في توليد الطاقه الكهربائيه ايضا يستخدموها في المراوح الخاصه بتبريد الطائرات برضو بالنسبه للطائرات هنلاقي ان فكره الفي شيب اللي بيمشي بيها الطيور أسراب الطيور في السماء كانت ملهمه جدا في مجال صناعه الطيارات لقوا ان الطيارات اللي مصنوعه بشكل الفي شيب ديت بتمتاز بان هي بتكون اكثر سرعه من غيرها وبتكون كمان برضو موفرة للوقود ولما ابتدت شركات الطيران أنها تمشي الطائرات في أسراب ابتدوا يمشوها بنفس الفكرة المستوحاة من الطيور فابتدوا يمشوها في شكل الفي شيب لأن هي بتوفر في استخدام الوقود بنسبة 15% وبتبقى أسرع سرعتها في الطيران بتكون أكثر كفاءة وسرعة وقوة بنسبة 70% المية. ناخد مثال بقى للازهار هنلاقي ان عندنا كانت من الحاجات اللي ملهمه جدا 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 للمصممين زهره اللوتس مم. هنلاقي برضو ان زهره اللوتس هي بتنظف نفسها بنفسها ودي اهم فكره فيها أي. ان هي ما فيش اي اتساخات بتعلق بسطحها الخارجي مم. دي كانت فكره ملهمه جدا جدا للمصممين ليه لان في نتوءات موجوده على السطح الخارجي بتاعها فابتدت مثلا شركه المانيه بدون ذكر اسماء ابتدت تستخدمها في صناعه الطلقات فلما بتيجي بتدهني الحوائط والجدران الداخليه او حتى الخ ما بيعلقش بيها أي حاجة خالص ليها علاقة بالاتساخات أو القدرات بتنظف نفسها بنفسها أيضا نفس الفكرة دي برضو استخدموها برضو في بعض الملابس أو الخامات الخاصة بالملبسات طيب ازاي ممكن من الكلام اللي حضرتك قلتيه معناه إن محاكاة الطبيعة بتسهم بشكل كبير في حل المشاكل البيئية هي بتحل المشاكل البيئيه لان أنا زي ما قلت ان هي الفكره بتاعتها ان هي بتتسم بان هي مستدامه بيئيا آه. هي دي الفكره الاساسيه بس احنا ما تكلمناش عن العماره اللي هي العماره البارامتريه او الهندسه أي. المعماريه وهندسه المنتجات. العماره البارامتريه هنلاقي ان هي من الحاجات المؤثره جدا من الناس الفنانين والمصممين اللي اثروا جدا بشكل كبير فيها في الثمانينات طبعا رائده هذه الفن زها حديد آه. وشوماخر اوكي وعملت طفره كبيره جدا في تصميمات المباني، حضرتك عارفه ان المباني دايما بتمتاز بالشكل الكلاسيكي، دوت هو الفكر القديم، دايما بتهتم بالخطوط الراسيه والخطوط الافقيه الشكل الكلاسيكي الثابت، لقوا بعد كده ان هم من دراسه الخصائص الخاصه بالحيوانات والطبيعه حتى الورق الشجر، الحجاره والزلط اللي موجود في الطبيعه، شكل السمكه، الحاجات دي كلها ابتدوا يستخدموا يستخدموها في استلهام أفكار. افكار آه لاشكال البنايات المختلفة أوه. علي مستوي العالم بتتسم بالعضوية أوه. وبتكون اكثر تكيفا مع البيئة بتتسم بالعضوية دوت بيديها ليونة ومرونة أيوة. بتكون متكيفة اكثر مع البيئة المكانيه وبتتسم اكتر بالديناميكيه م. وكان من رواد هذه الحركه لان كان في قبلها الباو هاوس والتفكيكيه وغيرها م. بس لو احنا هنتكلم على العماره البارامتريه يبقى الرواد هنقول على طول زها حديد وشمخر هنلاقي ان الفكره هنا بتعتمد على ان مفيش فواصل في المساحات الداخليه زي الحيطان والبيبان والكلام ده لا ابتدوا يستبعدوه يلجأوا للمساحات المفتوحة, المفتوحه بشكل كبير بيراعوا ان يبقى الخامه المستخدمه من الحديد اللامع المسقول ممكن الواجهات الزجاجيه اللي بتبتدي تدخل طاقه الشمس فبتوفر لي في الطاقه وممكن استخدمها في التدفئه وايضا بيبقى عندي استخدمها كشبابيك او مساحات بتبقى مفتوحه بشكل معين بتعمل تجديد لتيارات الهواء اللي موجوده جوه المبنى بستخدم الفكره عامه المستدامه في كل الخامات بحيث انها تكون خامات صديقه للبيئه دهانات صديقه للبيئه موفره للطاقه اقتصادية بدرجة كبيرة لان انا ما عملش اي خلل في الاتزان البيئي هنلاقي ان زها حديد اطلقوا عليها ملكة المنحنيات لانها في الاساس كانت بتشتغل بشكل كبير جدا بمنحنيات كتيرة في م. شغلها أي. عشان تدي احساس بالديناميكيه لدرجه كبيره وسموها ايضا المراه الحديديه لان هي كان م. دايما شغلها كان بتستخدم في الاسطح اللامعه جدا ودايما بيكون في فكره التقطيع في المساحات وفكره اصلا الهندسه البارامتريه قائمه على الخوارزميات والتصميمات الرقميه م. فاحنا بنجمع ما بين التكنولوجيا الذكيه بلس ان احنا كمان برضو بنستلهم من البيئه طيب احنا كده اتكلمنا على ال... الاساسي ان انا بعمل التصميم الداخلي والشكل الخارجي باستخدام تقنيات الكمبيوتر برامج الكمبيوتر أي. المختلفه م. آه طيب لو جينا اتكلمنا على المنتجات هنلاقي برضو ان سبحان الله الفنان والمصمم قدر ان هو يستفيد من اشكال وانماط الحياتيه آه للعناصر المختلفه في إنه م. يعمل منها منتجات كثيره احنا عندنا مثلا في كليات الفنون التطبيقيه مهم جدا للطالب ان هو يدرس آه علم الأرجنومكس يعني ايه يعني هندسة البشرية، مم. يعني بندرس تشريح الجسم البشري، آه. عشان أنا دلوقتي في الأساس كل التكنولوجي وكل الحاجات اللي أنا بعملها هدفي إني أنا بريح الإنسان، بزود مم. من كفاءته بخليه آه مرتاح عشان يقدر ينتج بشكل أفضل، مم. لو هو في البيت يكون مرتاح، لو في شغله يكون برضه مرتاح، يعني مثلا دلوقتي لما أجي أعمل آه تصميم مثلا آه خاص بكرسي، لو أنا مش دارس نسب تشريح الجسم البشري Okay? هلاقي ممكن مش ان ازاي اعمل له حاجه تقدر تريح بالظبط ممكن بالزبط. تلاقي مثلا الجزء الخاص بالعمق تلاقي ان حضرتك مثلا قاعده نص الجسم طالع لقدام لو م. العمق كان كبير جدا تلاقي ان حضرتك قاعده مش واصله لغايه اخر الكرسي مثلا من ورا آه. لو الارتفاع مش مظبوط ومش بيراعى في قواعد تشريح الجسم البشري هتلاقي ممكن الرجل متنيه فتحسي بالم في رجلك او تلاقي الرجل متشعلقه مش واصله للارض فتحسي برضه ان انت مش قاعده مرتاحه ترابيزه الكمبيوتر برضه لازم ندرس فيها تشريح الجسم البشري لازم ندرس فيها زي نظره العين تكون مرتاحه لو انا نظره العين عندي مش في مستوى صح وانا ببص على اللابتوب هتسبب لي مشاكل في النظر هتسبب لي مشاكل في رقبتي لازم برده اراعي برضو فيها زي ما قلت الجزء الخاص أن ظهري يكون مفرود ان رجليا ما تبقاش متنيه او ما تبقاش متشعلقه في الهواء مركز الاضاءه لو ولادنا مثلا بييجوا بيذاكروا مهم جدا ان مركز الاضاءه ما يكونش من الضغط الدهر لان الضهر هيخلي دايما عندي في خيال في قدامي بالضبط. ده برضو الاضاءه بتبقى مهمه وم. جدا التصميم الداخلي لازم دايما اراعي فكرة الألوان لأن في ألوان بتشجع بتشجعك على الإبداع زي اللون مثلا البرتقالي دوت بيزود عندك الإبداع لو أنت أصلا عندك فكرة الإبداع في ألوان ثانية بتكون بتزود عندك الإحساس بالهياج والعنف مثلا زي اللون الأحمر أوكي في عندك ألوان ممكن تهديكي ممكن تخليكي عايزة تنامي بتبقى الألوان الباردة بشكل عام أنا دلوقتي المساحة أو الحيز اللي أنا قاعد فيه ايه الالوان اللي انا هستخدمها عشان تبقى مفيده ليا وتحقق افضل وجه للجزء اللي انا عايزه انجزه في هذا التوقيت زي ما قلت مثلا ابتدوا العلماء يشوفوا خصائص الكائنات المختلفه زي مثلا ابتدوا يعملوا ترابيزات مستوحاه من شكل العنكبوت اوكي بيبقى عندي هنا الاتزان والحركات ما بين الرجلين المختلفه بتدي زوايا اتزان قويه جدا وبتدي شكل جمالي قوي جدا وطبعا بيستخدموا خامات مستوحاه من الطبيعه بالاخص الاخشاب وبتبقى طبعا صديقه للبيئه وبرده الالوان بتبقى برده صديقه للبيئه برده الخليه العصبيه في جسم الانسان الخليه العصبيه اللي أوه. عندنا ابتدوا يستلهموها في انهم يعملوا منها وحدات اضاءه اوكي وازاي انها الفكره العامه ازاي بيتم نقل الحركه او الاضاءه من الاجزاء المختلفه بواسطه بعض الموصلات العاليه في الحساسيه بتديني بتوفر لي في الطاقه وبتبقى في الاخر شكل جمالي مستلهم من الخلايا العصبيه سبحان الله ربنا خلقها في جسمنا أيوه. برضو من نفس برضو الخلايا العصبيه قدروا برضو يعملوا المحطات الانتظار للقطارات وما الى ذلك برضو مهم جدا ان ان اننا نكون كمصممين دارسين فكره انا قلت اللي هي قواعد تشريح م. الجسم البشري برضه الايكولوجي علم الايكولوجي من العلوم المهمه جدا اللي هي كيف تتكيف الكائنات الحيه مع البيئه المحيطه بها ده هيفرق كتير مثلا لما باجي بعمل مثلا تصميمات الازياء اوكي؟ تصميمات الازياء بتخضع بشكل كبير جدا دلوقتي للازياء الذكيه والتكنولوجيا برضو الرقميه ففكره اني انا بعمل ازياء مقاومه للحريق وللحراره ومقاومه للعرق وازياء رياضيه بتديني راحه اكتر في الفكره، ازياء عطريه ممكن تتغسل اكتر من من مره، ازياء مضاده للكرمشه وما الى ذلك من فكره الازياء الذكيه لدرجه ان دلوقتي في اجهزه معينه ممكن يبقى الموديل واقف ويبتدي الجهاز ذات نفسه بيعمل لك محاكاه للزي في ساعتها وبتلبسيه في ساعتها ده كله تقنيات مستحدثه في الازياء الذكيه اللي موجوده بشكل كبير جدا طبعا بنستخدم طبعا فيها النانو فايبرز وبيبقى في الاساس الفكره العامه فيها بالاخص في الازياء اللي هي بتقيس الوظائف الحيويه للجسم البشري اللي هي وحضرتك بتعملي رياضه تقيس لك نبضك وتقيس لك درجه حرارتك أو دي تديكي آه استشعار ظهرت آه في الفتره آه الاخيره بشكل كبير بالظبط آه بتبقى عباره عن آه اجزاء مدمجه بشكل عالي جدا الكترونيه وموصله بشكل قوي جدا بتقدر ان هي تبقى عامله زي آه اجهزه الاستشعار عند بعض الكائنات الحيه آه ودي هي الفكره المستوحاه بشكل كبير منها طبعا مهم جدا ان المصمم يكون على درايه تامه بالتقنيات المختلفه عشان لما يجي يصمم حاجه يبقى ما فيش فجوه بين التصميم والتطبيق لان ممكن يصمم حاجه غير قابله للتنفيذ فدي تبقى مشكله ايضا لازم برضو يكون على درايه كامله جدا بالخامات اللي هو بيستخدمها وامكانيات هذه الخامات ومدى وفرتها وبرضو سعرها يكون برضو مطلع على الابحاث التكنولوجيه اللي موجوده في المجال ده يكون كمان بيعرف يقدر يحمي التصميم بتاعه بحقوق الملكيه الفكريه دي مهمه جدا طبعا. ان انا ما اعملش فكره مم. وما سجلهاش كبراءه اختراع او كده ويبتدي حد غيري ينسب هذه الفكره نفسه او التصميم متداول ومشاع بين الناس كلها مهم جدا ايضا ان هو يقدر يتعامل مع العميل بذكاء ويلبي احتياجات العميل ويقدر يقنعه بكل ما هو جديد آه. لان لازم الجديد لازم هيفرض نفسه مش هينفع ابدا ان احنا نعيش في في القديم يجب طبعا ان يتميز المصمم دائما ابدا بالابداع والتميز والابتكار. على اية حال احنا سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا على شاشه قناه النيل للاخبار وموضوع شيق جدا وانا عن نفسي استفدت منه حاجات كتير ما كنتش اعرفها عرفتها من حضرتك حضرتك شرفتينا على شاشه قناه تاني للاخبار اشكرك ميرسي جدا استاذه نجلاء سعدت بوجودي معكم في برنامج حديث العلم مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقه من برنامج حديث العلم بشكر دكتوره ايمان انيس استاذ بكليه فنون تطبيقيه كانت معانا النهارده وكلمنا عن محاكاه الطبيعه في مجال الهندسه المعماريه والازياء وغيرها نلقاكم في الأسبوع القادم إلى اللقاء